زوجي يسمع كلام أهله في كل شيء، عيبني أو ما عيبني، المهم إنه يسوي اللي يبونه، يناسبنا أو ما يناسبنا، المهم يسوي اللي يبونه. يا أخي ليش يا أخي؟ يا أخي والله العظيم أنا مع البر، ولا حد يكلمني عن البر، أنا واحدة برة، إنزين الحمد لله أحرص على ذلك، لكن لا أهلي جبرونا نسوي شيء، لأن هم فاهمين، يعني أتكلم عن أمي وأبوي، هم فاهمين إن زمانهم غير زماننا، هم فاهمين إن أيام ما أنا كنت متزوجة إن ريلي مثلا لها أسلوب معين، لها توجه معين، يحترمونه خلاص. ونفس الشيء أهله، يعني عمتي وعمي والله ما كانوا يتدخلون، بالعكس كانوا دائما داعمين لي، وإذا لا سمح الله استوى أي شيء، مع إنه ما كان يستوي يعني نادر، كانوا دائما واقفين وياي. وبالعكس يعني أنا دائما في مدح لهم ومدح لأهله ومدح له، والكل يشهد في هالشيء من صوبه ومن صوبي ومن صوب أهله ومن صوب أهلي. حالات الدنيا لما الناس تتعاون مع بعض. أنا الحين يعني أنا أسمع كلام أمي وأبوي، هو هالشيء ما يمشي، ما يركب على زوجتي وعلى عيالي، يعني الظرف هذا ما يمشي على ظروفنا، والله أسويه غصب، أضايق الناس اللي حولي عشان والله أنا أقول، أنا أعتب على الأم والأب، أنا أقول حق ولدي ماما سووا كذا، إذا ما يناسبكم ترى أنا ناصح أمين، أنا ما بفرض عليك، لكن أنا أشوف الأفضل أنك تسوي شيء. في النهاية تبغى تسافر سافر، بس أنا أشوف إن هالوقت مثلا للسفر ما له داعي، أو مثلا هالكثر تصرفون حرام، زين ما يخصني، أنتوا كيفكم على راحتكم، يلا الله يوفقكم خلاص. بس عندك كلمتين تبين تقولينها، أنا أدري، قولي، مع إني أنا لو مكانك أقول وأنا ما يخصني، صرفه وحطه وشله، أنا ما يخصني، هالمفروض تيستوي، إحنا ما يخصنا، كل حد لحياته مثل ما إحنا عشنا هم يعيشون.